من هنا من وادي النصارى من أرض الحضارة والطهارة من أجمل بقعة في أجمل وطن حيث يشع النور ويتعانق السهل والجبل يفوح العبير بين الكروم والحقول وترتفع رائحة البخور في قلب السماء تتغلغل في المسامع أجراس الكنائس لم نكن يوماً على هامش تاريخ البلد نحن من زيتونها وسنديانها نحن من مائها وترابها اختمرت نفوسنا بأديم الأرض وامتزجت بالإيمان نحن هنا اليوم نصلي للوطن نصلي إلى كل التراب السوري من هنا انطلق مهرجان الملك أي ملك هذا؟ إنه ملك الملوك إنه يسوع المسيح قال يسوع مملكتي ليست من هذا العالم لكن ملكوته هو السماء هو الحب ملكوته هو الرحمة على هذه القيم والمبادئ قامت مسيرة كورال سيدة الوادي التي لم تقف رغم الظروف والصعوبات بل خرجوا إلى العالم حاملين نغم المحبة آملين بغد أفضل لتكون أناشيد صلاتهم أعلى من أصوات القنابل لتكون انتصار الحياة على الموت وانتصار الفرح على الحزن.